السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم طريقه تحضير السمك في الفرن. بحشوه رائعه، كيجي لذيذ بزاف وكيجي مقرمش كانه مقلي في الزيت تماما. انا متاكده الطريقه هذه الى عجبتكم ما غاديش تسغناو عليها ان شاء الله. تبعوا معايا هنايا المقادير. عندي هنايا السمك السردين مغسول مزيان ومسقطر، عندي هنايا الفلفل الالوان مشوي على النار الاخضر والاحمر، عندي هنا ليمونة حامضة، عندي هنا 5 فصوص ديال الثوم، 50 غرام ديال الزيتون مقطع قطع صغيرة، عندي هنا زيت الزيتون، وعندي هنا الليمون مصير ليمون الحامض، وعندي هنا الصويا صوص غنستعمل معلقة كبيرة. بالنسبة للتوابل عندي هنا الفلفل الأسود، قزبر حبوب مطحون، الكركم، الفلفل الأحمر، شوية شونية حارة والكمون، وهنايا شوية ديال الملح حسب الذوق، والقزبر معدنوس يكون كتير. عندي هنايا دقيق الفينو، تقدروا تستعملوا السميد الناعم. نتمنىكم تجربوا هذه الطريقه هذه وتنال الرضا ديالكم، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.
Thank you.